دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، السادة الوزراء معالي الدكتور سلطان البالغ وزير دولة الإمارات الشقيقة، السادة الوزراء والعلماء والأساتذة الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأهلا بكم ومرحبا في جامعة الأزهر الشريف، وأجمل التهاني أزفها لكم ولنفسي بافتتاح مستشفى جامعة الأزهر التخصصي. هذا المشروع الذي لفظ أنفاسه في الماضي أكثر من مرة وتسرب اليأس من عودته للحياة إلى نفس كل مسؤول في هذه الجامعة ودخل في غيبوبة محققة. مجلس الجامعة الذي وافق على قرار إنشاء هذه المستشفى كان سنة 1978. يا هذا الوليد إلى عملاق، نحتفل الآن بافتتاح المرحلة الأولى منه، ولقد توج هذا بمشاركة كريمة من دولة الإمارات العربية الحبيبة، حيث قامت بتقديم منحة كريمة من أجل إدارة المستشفى لمدة عامين بإدارة من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات التجارية. وقبلها كان بناء 4 عمارات سكنية إهداء للجامعة. وإنه لمن نعم الله تعالى علينا أن يكون افتتاح المرحلة الأولى من هذا الصرح في نفس العام الذي قدم فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هدية مصر للعالم أجمع، وهو شريان الملاحة العالمية قناة السويس الجديدة، قناة الخير والبركة للعالم أجمع.